هي دي أصل الصنعة. المكواجي الرجل ده قدوة، القدوة بتاع المكواجية. ما بقاش فيه قبلية زي الأول، الصنعة مات، ما بقاش. والأرزاق دي بقى بتاع ربنا، الرزق دي بتاع ربنا. أنا المواطن عبد الفتاح أحمد جاب الله الجندي من الباجور، مكواج رجل اتعلمت فيه ما نبني منها إلا المرض. أخلتها سنة 64، لغايه وقتنا هذه انا بقعد بس على باب المهنه، وليا ابني شغال في المحل، علمته الصنعه وشغال في المحل. هي ديت اصل الصنعه. انتوا لو كوتوا قميص بره ولا بنطلون ويا مؤاخذه جيتوا تلبسوه ربع ساعه بالظبط او نص ساعه تلاقيهم اتكسر، انما الحاجه بتاعتنا ديت البنطلون بيقعد على الزبون مره يوم واثنين وثلاثه واربعه. القميص ولا البنطلون ولا الجلابيه، سيبوكم من مكوه البخار، مكوه البخار دي اونطه. انا لو بفوت على زميلي ويمسك فيها اشرب الشاي، يا مؤاخذه انا ببص لشغله بينه وبينه في الصنعه فرق كبير في صنعتي ومهنتي. دي مهنتي يعني المكواجي الرجل ده القدوة بتاع المكواجية. المكواجي البخار دي يعني بس عملية أرزاق، يعني تبص تلاقي واحد ما عاد بلون أو بتاعه مش لاقي شغل، يعمل إيه؟ يسوي إيه؟ أهله يجيبوا له الجهاز ويشتغل على باب البيت، في مدخل البيت عندهم، يأجر محل مثلا في بلد أرياف من اللي حوالينا ديت ويشتغل. يبقى ده الشاب المكافئ. يعني بيعجبني الشاب بدل ما يمشي مع عيال صايعه اهو بينقط رزقه. والارزاق دي بقى بتاع ربنا، الرزق دي بتاع ربنا. جلابيه، بنطلونين، قميصين، حاجه مستعجله، المكواج اللي هو بيكو بتاع البخار راح لاقاه قافل بتاع اهو زي ما انت شفته. يعني دكان فيها اكتر من يعني بتاع 12 حته، يعملوا ايه ال 12 حته؟ وانا راجل مريض سكر وضغط وعندي حساسيه مزمنه، خدت بالك، وعندي ضيق في النخاع، وكان لي عمليه ودخلت اوضه العمليات، الدكتور رجعني، دكتور البن قال لي لا ده عندك عضله القلب 3%. وطبعا رحت لابس ثاني، وقال لي بقى ترقد 3 أشهر على ظهرك وهو، وطالما بقى ما بيشتغلش يديني مرتاح. الحته بايه؟ الحته ب 2 جنيه القميص والبنطلون ب 2 جنيه والجلابيه ب 5 جنيه. الجلابيه زي اللي انا لابسها دي، الجلابيه فرنجي بيكواها في البيت، الجلابيه البلدي بيضطر انه يجيبها ليا. يقول لك لا ما تنفعش عندي، ما اعرفش اكويه، يجيبها عندي ويقعد ياخدها. ما بقاش فيه قبليه زي الاول، الصنعه ماتت، ما بقاش. الجو الاول كان حلو وكانت ماشيه الحياه، خدت بالك؟ يعني ما مثلا بنفتح الساعه 10 الصبح هنا، الساعه 10 بالليل، نهار ما اشتغل قوي 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 اعمل لي 20 30 جنيه. يعملوا ايه الشاب زي دي معاه واد وبنت؟ فبضطر اسيبهم له وعايش بالمعاش بتاعي، بجيب 700 جنيه عليا، والله العظيم ما انا عارف اعيش، ومعايا 4 عيال، وما حلتش حاجه، ما عملتش حاجه من الصنعه، انا ما حلتش حاجه خالص. فطبعا طالب رضا ربنا والعفو والسماح منه. تعلمني اخويا، اخويا دلوقتي عنده مواليد 45، وانا دخلت المهنة هو علمني شويه، ولما زدت في تعليمي قعدت في المحل
صحابات المحل علمون، كنت باخد 240 قرش بالشهر. الكلام ده في الستينات، 240 قرش في الشهر. كنت غاوي اللبس، كان ياما المتر الدقرون بتاع الجلاليب كان ب 13 قرش او ب 12 قرش. كنت غاوي كل شهر، والتاني اجيب لمؤاخذه حاجه البسها في مقاس رجلي، اجيب طقمين دخليين، اجيب جلابيتين كده يعني. فطبعا احنا نفسنا في يعني البطاقه الصحيه دي ترجع تاني للناس الغلابه اللي زي حالاتنا. انا ولا حلت حاجه ولا حلت التاني، وعيالي متجوزه وكل واحد قال الله في عونه.